البنات بنات تكونوا كلكم بخير على خير. رجعت لكم بفيديو جديده بما انه عجبتكم طريقه باش صايبت لي باك المره اللي فاتت بلا كريم فريش. البنات اللي باش يشوفوا الفيديو غادي نحط لكم الرابط الفوق وداك تحت في صندوق الوصف. نرجع لكم مره اخرى، هاد المره غادي نطيب لكم النودلز. غتقولوا لي زينه عيق علينا في لي باس. المره الجايه كنوعدكم ندير لكم شي حاجه مغايره، ولكن بما انه اليوم تشهينا النودلز كنسال علاش لا نتقاسمو معكم هاد الطريقه البنات كيصايبوها الاسيويين او لا تشاينيز واي. كتحمقني خصوصا انها غنيه بالخضر، وهي فرصه لوليداتكم اللي ما كيطيبوش الخضر دخلوهم دائما في لي بات وهاد النودلز. المهم اللي مازال ما كن الموضوع زقا معايا حتى الاخر. غادي نتجدب البنات المقادير. غادي نحتاجوا لاي خضر عندنا في الدار، ماشي بالضروري ترتبطوا بالخضره اللي غادي نقول لكم اليوم. انا غادي ندير فيها هكا خيزو محكوك، الاحسن يكون هكا شي شويه غليظ. انا ما عنديش ديك الحكاكه اللي كديروا شي شويه هكا عريض، حكيتوا على هذا الشيء ماشي مشكل. غادي ندير فيها الفلفله خضراء وحمراء، ممكن تزيدوا حتى الفلفله صفراء كتجي روعه. غادي ندير فيها انا هذيك البصله، ها هي البنات هاد اللي كتكون طويله، تقدينا البارح من المارشي شفتها خديتها. شوفوا البنات فين ما تمشيو للمارشي كل مره كيجيبوا لكم شي خضره في نوع استغلوها وطيبوا بها شي حاجه لوليداتكم. قطعتها على هذا الشكل. غادي نحتاجوا الصويا صوص، راه غادي تلقاوها البنات اللي في اوروبا، راه انا ما اظن حتى في المغرب راه كاينين. المهم راه كاينين في اي بلاصه مشيتو. نحتاجو زبيده، غنحتاجو البزه، وغادي نحتاجو الكميه ديال النودلز على حسب الافراد اللي كاينين في الدار. نبداو البنات على بركه الله، من الاحسن البنات توجدوا كلشي، تقطعوا كلشي وتحطوا حداكم، لان هذا الشيء كيطيب في ساعه. واحد المقله اللي هي كبيره انا حطيت فيها شويه ديال الزيت، غادي نسخن عليها حتى تسخن مزيان. نحاول البنات ما نكثروش الزيت، انا درت غير واحد شي شويه، من الاحسن طيبوا بالزيت العود، ولكن مره مره كنخرج على السطر وكنطيبوا بالزيت الروميه. غادي ندير الدجاج يتشحر هو الاول. الا عندكم صدر ديال الدجاج من الاحسن ديروه هو، انا ما عنديش، شديت غير الدجاج هذاك من بعد ما قطعتو والعظيم ما تخليتهم، غادي نديرهم في الشوربه نشحر هو الاول. البنات اللي ما عندكمش دجاج ماشي مشكل، ممكن هاد الاكله تاكلوها بلا دجاج. تخلي الزيت يتحرى واحد شوي ونزيد عليه مليحه. انا طبقت الدجاج هو الاول باش يطلق لي هذا الماء، حيت غادي يعاود يطيب مع شي لاخر. غادي نشحرو مزيان حتى يبان ليا دخلو الطبيعة، غادي نحيدو عاد غادي ندير الخضرة طايح في الفلفل. هو داك الدجاج دخلو الطبيعة، غادي نحيدو دابا، وفي نفس المقلة غادي نشحرو فيها هذوك الخضرة. إلا بانت ليكم الزيت نقصات زيدو شوية، غير شي شوية صافي. دابا البنات في نفس المقله غادي نديرو هذيك البصله، ريحتها واعره. غادي نزيدو الثومه، الثومه ضروري تطيع. كلشي بزاف خاص غادي يكون الزاري لي برطو. نسحرهم شوية في الزيت، أنا كلشي عندي بزاف، فكرها باش نقدر نزيد واحد المدة طويلة. نسحرهم مزيان، عرفتي الريحة طالعة واعرة واعرة البنات.
نخليوها تتشحر مزيان هذوك الصله عاد نزيدو عليها الفلفله. خيزو غادي نخليه ولا خلي انه في غادي يطلق ليا الماء. تكون شويه بين وبين ما مجهداش بزاف عاوتاني باش ما تحرقش من هذا الشيء وما ناقصاش. هو اصلا هاد التشاينيز نودلز او لا نودلز على الطريقه الاسيويه تخليو ديك الخضره شي شويه مع سكرات نقول لها شي شويه كتغزغز ما كتكونش الخضره طايبه. وحنا عارفين الخضره لا طابز بزاف كيمشيو منها كاع الفوائد. البنات غادي نزيد هذيك الفلفله عرفتي علاش شوفوا هاد الخضر اللي تهي والله العظيم خصوصا الى تحنا الكبار باش ناكلو الخضر لان بعض المرات والله الا كنساو. عرفتي البارح في المارشي فين مشيت نتغدى الفلفله عطاها والله تبارك الله دارت التغذيه ضروري كنجي معايا الفلفله ما كنخليهاش. وشريت سبانخ لي زيبينار عندي لكم واحد الوصفه تقاسمتها معايا واحد الابوني ديالي مشاركه معايا في القناه حمقتنا البنات الا بغيتوني نشاركها معكم باش حتى وليداتكم ياكلوا داك السبانخ. طيبت هذيك الوصفه والله الا كلاتها بنتي استغربت مع انها ما كتحبلوش. بغيتوني نتقاسم معكم كتبوا لي في التعليقات تحت. دابا نشوفوا هذا الشيء مزيان. اخر حاجه قلت لكم غادي نزيدها هي الخبز. دابا البنات غادي نزيد هذاك الخبز غادي نشوفو حتى هو عرفتي الريحة كيما تهيسكم نشوفو مزيان. هاد النودلز ما كيبغوش تكون يكون فيه الماء ضروري تكون كلشي ناشف. دابا انا فهاد اللحظه غادي نزيد هذاك الدجاج وهنا غادي يكمل الطياب ديالو. وفهاد اللحظه انا غادي نشعل على البوطه باش نفخو هاد النودلز. غادي يطيبو 3 دقائق في الماء اللي هو بارد مع التحريك. ما بغيناهمش عاوتاني كما قلت لكم المره اللي فاتت على لي فاك ماهمش يتعجلوا معاهم. فردوا معاهم البال وبقاو تحركوا فيهم. ها انا قربت لكم البيت باش تشوفوا. عرفتوا الريحه واعره طالعه. دابا هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال السكر. ما بغيتش تزيدوا ماشي مشكله. انا كيعجبوني يجيو هكاك ملصقين واحد شي شويه. كنزيدو السكر عاد من بعد عاد ملي غادي نسلق النودلز غنطفيهم مزيان غنزيدهم. عاد غادي نزيد الصويا صوص مع الجزر. زيدو شويه المليحه ولكن ما تكثروش حتى ديجا الصويا صوص فيها الملحه. كما كتشوفي البنات ها هما النودلز ها طابو ما خليتش داك الماء حتى كيتغلى. غير كتشوفي راه صافي دخلهم الطياب غنطفي عليها وغادي نمشي دابا نصفيها ونرجع ليكم. دابا غادي نزيد النودل ديالنا. يا سلام على الريحه. غادي نزيد دابا الصويا صوص. نزيد دابا جوج معالق ديال الصويا صوص. المهم نتوما ذوقوا عندكم ميزانكم وعلى حسب المذاق. انا زدت هنايا ثلاثه ونخلطوا كلشي. عرفتي ما شهيتكم البنات الريحه روعه 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 روعه. نزيد من ديال الصوص غادي نزيد شويه ديال البزار. زيدوا الحار الا كيعجبكم. كاين البعض اللي كيزيد فيها زيت ديال الزنجلان ولكن انا ما عنديش. سلام البنات على ريحه. شوفوا هاد الالوان. الا بغيتو تجيكم شويه كما قلت لكم عسله زيدوا مازال السكر. ديروا شي جوج معالق كبار جوج معالق ونص.
وكتروا كتروا من صويا صوص، ولكن ما تديروش الملحه الا درتم الا بغيتوا تكثروا من صويا صوص، ما تديروش الملحه باش ما يجيكمش داكشي مالح، حيت هاد البز كيبغيو بصراحه صويا صوص. دابا غادي نحطوها في الطبسيل المعتمد، وخا انا في الغربه معوده وليداتي باش ناكل في نفس الطبسيل. شوفوا دوك الالوان، عرفتي ماشي هيسكو البنات، جربوها على ضمانتي والله ما غادي تندموا. نقادوها بحال هكا، هذه عشيوه معتبره تشبع، غنيه بالخضار وغنيه بالفيتامين. انتما البنات ماشي كيتكم اللي حامله لكم، اسمح ليا نذوق واحد شي شويه. بسم الله مازال سخونه. بسم الله حسيت تبرد واحد شويه. بنات باش هديتكم واعرة سيروا صايبوها جربوها وردوا عليا الخبر. لعجبتكم لا فيديو ديال اليوم عليكم ملا ديرو جيم، بغيت نكمل في هذا الشيء، نبقى كل مره نجيب لكم عاوتاني وجبه خفيفه ظريفه دغيا تساو في ساعه. قولي عليا تحت في التعليق، ونقول لكم تبارك الله عليكم، وغنتو حيتكم من فيديو جديد. السلام عليكم. بنينه نهار بنينه بصحة ولا حق بيدي فيها، وكلشي على سروال البيجامة والورينة اللي درت في الكوزين.